بسم الله الرحمن الرحيم. سيوة واحدة من بين الواحات المصرية المهمة جدا، وتعتبر كنز كبير وعظيم منسي من حضارة مصر. بتضم سيوة العديد والعديد من الآثار. بداية لابد ان احنا نتكلم على ان كلمة واحة كلمة اصلها مصري قديم، عرفت في النصوص المصرية وحات يعني الغلاية الكتل اللي احنا بنستعمله. واول ظهور لكلمة واحة في النصوص المصرية كان من ايام بيبي الاول اسرة ستة، جه في منطقة اسمها منطقة بلاط في الواحة الداخلة، اللي ان شاء الله هيكون في فيديو نتكلم عليها وعلى اهم اثرها. الواحات السبعة اللي كان عرفهم المصري القديم في الأسرة 18 اتقسموا مجموعتين، مجموعة شمالية البحرية والفرافرة، والجنوبية الخارجة والداخلة. وبعدين من معبد إدفو من عهد بطلميوس 11 نص مهشم بيحدد الواحات السبعة طبقا لبعدهم عن إدفو: الخارجة، الداخلة، الفرافرة، الرابعة اللي ما بين الفرافرة والبحرية، الخمسة البحرية، الستة وادي النطرون، السبعة هي موضوعنا النهاردة سيوة. وأول اسم ظهر لسيوة كان في إدفو كان بنتس أو بنتش، في قال انها بتقع للجنوب الغربي من منطقه اسمها تشرب، وتعرفت باسم سخت ايام يعني ارض النخيل، لو ده اسم معروف للواحد. المنطقه ابن خلدون سماها تنسيوة، وهي احد قبائل الزنتانه في شمال افريقيا. الادريسي سماها واحد سنتريه. المدينه اتضربت كتير من البربر وتعرضت للعديد من التدمير، وما تبقاش من رجالها إلا 40 رجل من 7 عائلات. اختاروا مكان محصن فوق الجبل سنة 1203 ميلاديا، وعملوا عليه الموقع الحالي اللي اسمه شالي، وهي سيوة الحالية، اللي بتعني كلمة شالي بلهجة أهل سيوة بتعني كلمة المدينة. المباني بتاعت سيوة لما بنتعرض لها أو بنشوف المباني وإحنا داخلين، حتى بعيدا عن المباني الجديدة اللي إحنا بنشوفها بداية مدخل الواحة، بتبنى من حاجة اسمها الكرشيف. والكرشيف كان الطين الأرض اللي بيتحول بعد ما الطين بعد ما مبني بيه بيبقى حاجة زي الأسمنت، لأنه بيختلط بيه الملح. المدينة كان لها باب واحد اسمه باب شال اللي هو باب المدينة، وعملوا له باب اسمه باب أطرات اللي هو باب الجديد لما استقرت الأمور. سيوة هي منخفض في صحراء ليبيا، عرضها من الشرق للغرب 30 ميل، من الشرق بتحدها واحة الزيتون، ومن الغرب واحة المرائي. طولها من الشمال للجنوب حوالي 8 كيلو، الجزء الزراعي ربع مساحتها، الباقي عبارة عن سبخة أراضي وتلال من الرمل. الواحة نفسها سيوة من جوه مجموعة واحات. سيوة بتنقسم سيوة شرق وسيوة غرب، أغرمي، مراغي، خميسة، أبو الشروف، كورشت والزيتون. إداريا بيتبعها عدد من الواحات. الأرض المنزرعة في الواحة بترتفع من 3 إلى 4 قدم عن الأرض السبخة، وفيها دايما سياج من جريد النخيل. الواحة منخفضة عن سطح البحر 14 متر. عدد عيون المية في سيوة 281 عين مية. عدد سكان سيوة دلوقتي وفقا لإحصائية 2019 50,000 نسمة، وكان عدد سكانها في آخر إحصائية قبل ده قبل الثورة مباشرة كان 35,000 نسمة. مقدمة اللي احنا قدمناها هتدفعنا ان احنا نتكلم دلوقتي عن اهم اثار سيوة العظيمة. اول الاثار المهمة اللي بنتكلم عليها في سيوة جبل الموتى، حوالي كيلو بحر البلد، التل مخروطي كده الشكل، هتلاحظ حضرتك ارتفاعه حوالي 50 متر. المقابر فيه وبيسموه جبل الموتى انه كله مقابر، المقابر هتحسوا انها شكل خلية النحل كده منحوتة في الحجر من اسفل لاعلى. من اول المقابر بنشوفها مقبرة بطحط او الاهالي بيسموها هناك مقبرة جحوتي، مقبرة عبارة عن ممر فناء وفي 6 اوض كده جنب بعض، وفيها منظر واحد اللي هو جحوتي ماسك الترال 4. الترال 4 هنا بيرمزوا لي الكم والحج والدشر والوجه. الكم اللي هو الاسود، الحج الابيض، الدشر الاحمر، الوجه الاخضر، اللي هي الالوان الاربعه اللي بترمز الى الاركان كلها او بترمز الى مصر بارضها الزراعيه والخصبه. المقبره الثانيه مقبره التمساح، دي مقبره من نهايه العصر البطلمي وبدايه الروماني. المقبره دي ليها قصه لطيفه، لما دخلها اكتشفها فخر الله يرحمه وهو نازل، فاول ما العمال بينظفوا رجعوا يجروا لقوا المنظر اللي مرسوم على يمين المقبره منظر تمساح، فالاهالي قالوا التمساح موجود لان وما لقيناش اي حاجه في المقبره تدل على اسم صاحبها، فاصبح اسم التمساح هو الموجود فيها. مقبره ميسوق زيس، المقبره دي فيها منظر حلو قوي ل 21 حي كبرى بالوان مختلفه. اسم المقبره بينسب لزوجة صاحبها وليس صاحبها، لان مش لاقيين اسمه لغايه دلوقتي، يعني صاحبها مش لاقيين، هي ميسوت ايزيس الست مرتبط باسمها. اشهر مقبره وهي اهم مقبره جبل الموتى، اهم مقابر سيوه،
في الأربعة هي مقبرة سي أمون، فيها مناظر لا ينقص مناظرها دايما بقول، غير ان صاحبها ياخد التاج وحية الكبرى يبقى ملك كامل الملامح. مقبرة سي أمون فيها العديد والعديد من المناظر اللي بتمثل صاحبها بمناظر، لما بنشوف حتى الرداء، لما بنشوف الوقفة، لما بنشوف اللحية اللي هو العاملة أو تسريحة الشعر، أول ما بشوفها بقول دي لا يمكن تكون المعتادة أن تكون مع الملوك أو مع كبار رجال الدولة في مصر الفرعونية، ونقول عليها هذا هو الطراز المعروف زي ما سماه الدكتور فخر الله يرحمه طراز الواحد. جبل الموتى الأربع مقابر دول ستاندر، لازم حضرتك أو حضرتك لما بتتواجد هناك بتزور المقابر الأربعة دول. العنصر الثاني أو المكان الثاني اللي هنمر عليه في شغلنا النهاردة هو منطقة معبد الوحي. تاريخ الوحي بقى في المنطقة بتاعت سيوة أوله 550 قبل الميلاد، لما كريسوس ملك ريديا بعت لأماكن النبوءات السبعة في العالم. المرة التانية القصة المشهورة اللي كلنا عارفينها بتاعت قمبيز، لما النبوءة بتاعت أمون أو معبد، وهقول بقى هنا الاسم اللي بيكتب في الكتابات الكلاسيكية أمون، AMMON مش أمون، بيقال الوحي قال إن هلاك قمبيز وجيشه هيكون وهو في مصر، وعلشان كده حصل الرمال المتحركة وهو في طريقه إلى المكان عند الخرجة اللي سماها هيرودوت جزيرة المباركين، والجيش وقف في الخرجة عشان يأكل، وحصلت الكارثة اللي أدت إن الرمال المتحركة قتلت جيش. المرة الثالثة 450 سيمون، لما القائد الأتيني حصر قبرص وقاومته، سيمون بعت وفد علشان ياخد وحي أمون، الكهنة بتوع الوحي قالوا لهم امشوا بسرعة، سيمون مع أمون. رجعوا لقوا سيمون مات في نفس اليوم اللي الكهنة قالوا لهم ان يرجعوا بسرعة لسيمون. امون ساعد يوبتس البطل اليوناني في الدورة 93 من الالعاب الاولمبية 408 قبل الميلاد، وكان الوحي كان له دور كبير جدا. ليساندر القائد الاسبارتي في الحرب البلوبونوزية قال انه طلب الوحي من مصر، لكن اشهر واحد هو الاسكندر بالزيارة بتاعته. ليه الاسكندر؟ طب ليه راح الاسكندر؟ الاسكندر كان مهتم جدا بالوحي وما يتعلق به، لدرجة انه من النصوص بتحكي لنا انه رأى ان ابو فيليب شاف رؤيتين بتتعلق بالاسكندر، الاولى انه شاف رحم اولمبيا وعليه ختم، طبعة الختم على شكل الاسد، الكهنة فسروه انها هتلد طفل في مكانة وقوة الاسد، ومرة تانية قال انه شاف في المنام انه بينظر من ثقب غرفة زوجته من عين الاوضة بتاعت مراته، رأى جنبها تعبان ممدد، فسر الكهنة انه لازم يقدم القرابين لامون. المعبد ليس للإسكندر أي علاقة بي، وبعيد بويزيد مرة تانية، ليس للإسكندر على أرض مصر إلا معبد في الواحات البحرية. المعبد الوحي بعد كده هانيبال بعت يستفسر غيره، استرابون بيتحدثوا عن الوحي والمعبد، قال استرابون قال إنه ما شافش الوحي غير لمبة كانت فيه، آخر واحد كتب عن الوحي كان بوسينياس 160 ميلادية. المعبد لما ندخله هنطلع سلم حلزوني كبير، الباب بتاع الفناء المعبد بيبدأ من الجنوب صلتين قدس الأقداس، ارتفاع الواجهة بتاعت المعبد ما بيزيدش عن 8 متر. من أهم الآثار المرتبطة بيه البير بتاع المعبد اللي كان الأهالي بيستخدموه في الوضوء في الجامع اللي جنب المسجد اللي جنب المعبد لغاية دلوقتي. عمق البير بنعرف إنه كان فيه فتحات ربما كانت ممرات تمر منها المياه لأجزاء وأماكن إقامة الكهنة. تاريخ بناء المعبد بيتراوح ما بين الأسرة 26 حسب فخري، لكن شتايندورف وبيأيده ناس كتير بيقولوا ان المعبد بما بناء على المنظر الموجود في قدس الأقداس او بقايا المنظر البسيط جدا لملك قدام الإله أمون هو معبد يرجع لعصر الأسرة 29. هننقل دلوقتي على معبد أم معبد أو أم عبيد، فاضل منه جدار محتفظ بالوانه بيرجع للأسرة 30، قريب جدا معبد الوحي، يعني دوبك بنبعد حوالي تقريبا لو مشينا بالعربيه حوالي من 3 ل 4 دقايق. نصوص الاسكندر اشارت للمعبد ده، النقوش على المعبد عليها منظر لحاكم سيوة راكع قدام امون وعليها مناظر طقوس فتح الفم. المعبد موجود اسم صاحبه البقايا البلوكات الحجر ده، مسيد الصحراء وين امون، على راسه ريشه نعام، يعني واضح انه بينحدر من اصل ناس من ليبيا وليس اصله مصري صرف، او من سكان بدو الصحراء الغربية المهجن ما بين مصر وحدود ليبيا. بعد ما بننهي زيارتنا للاثار الفرعونية واليونانية الرومانية والاثار اللي احنا اتكلمنا عليها، جبل الموتى، معبد الوحي، معبد ام معبد، هنتحرك على المدينة القديمة شالي ونزور المدينة كلها علشان نقف ونطلع من الجبل بتاع شالي القديمة كده عشان نشوف المسجد العتيق، اقدم مسجد في سيوة، المأذنة الجميلة بتاعته اللي بتتشابه مع مآذن المساجد في المغرب والاندلس، كانت على شكل الصومعة، وكان المأذنة جميلة قوي انها كانت مكعبة القاعدة. أهل سيوة بيتجمعوا بعد كده في جبل الدكرور في الاحتفالات
سيوة بتمثل بالنسبة لنا كنز منسي. يا رب يكون الفيديو والمعلومات اللي قلناها فيه وصلت لحضراتكم ونالت رضاكم. أشكركم وإلى لقاء قريب. خالد غريب.